ضيف فريد من النكتة هو في إطار في ميدان السياحي هو سي هشام القيسي. مرحبا بك على قناة أنفاس بريس. شكرا، كنشكروك على الاستضافة وكنشكروا جميع المشاهدين الكرام، ومرحبا بكم عندي ومرحبا بي عندكم، ومرحبا لجميع الأسئلة وجميع. إيش من مدينة أنت يا أستاذ؟ أنا من مدينة فاس، من العاصمة العلمية واللي هي مهد يعني كما كنقولوا التاريخ المغربي والحضارة والسياحة كذلك. تحياتي للناس ديال مدينة فاس وتحية لك سي هشام. أنا درتي في بعض المدن ولقيت يعني لها فيها شعلة في الغرب. الآونة وفي هذا الظرفية وفي هذا الفصل من الفصول السنة اللي كتكتاوي جميع الأسر بهذا الغلاء، بهذا الممارسات لا أخلاقية لا إنسانية، لما حبدا أن يدخلوا المسؤولين على هذا القطاع ويعني ويجندوا يعني كما كنقولوا يعني لجان اللي جندوا تكون مراقبة. خصها تكون مراقبة فعلا. المدن اللي يعني اللي زرتها ولقيت يعني العافية شعلة في الأسعار ديالها. زرت مدن الشمال بما كنقولوا الساحل الشمالي اللي كيعرف اكتضاد واكتضاد كثير نوعيا الجمالية الشواطئ ديالو ويعني والبنية التحتية اللي كتوفر فيه، يعني كيحبد بزاف ديال الناس وبزاف ديال المصطفين انهم يولجوا هذه المنطقه. وكذلك زرت منطقه الدار البيضاء بخصوص على الخصوص سيدي رحال سيدي بوزيد. كلقيتي الاثمنه؟ الاثمنه دائما الغلاء مرتفعه كذلك منطقه الرباط حتى هي زرتها. يعني كاين الناس اللي كتقوم يعني بتعسفات على المواطن في هذه الاونه. واش غير في الفنادق ولا المطاعم والمقاهي؟ هذه المساله كتهم الاشياء ومساله السياحه من راسها حتى لرجليها، يعني بجميع الاوجه بجميع الاشياء. يعني كما كنقولوا ملي كنبداوها من الباركينج حتى الأوتيل حتى المطعم حتى المقهى حتى اي حاجه اي حاجه اي حاجه. هذه يعني الصيف الماجي ديال العام الجاي ان شاء الله، اشنو يعني باش ما يكونش بحال هذا الغلاء ديال الاسعار، شنو هو الحل في النظر ديالك؟ كنأملوا ان الصيف الجاي ان شاء الله يكون خير ونستبشروا خير. حنا ما كنقولوش ان الوطن ديالنا كل شيء فيه سوداوي وكل ديما كنقولوا كاين السواد في كل شيء. كاين ناس الله يجازيهم بخير، يعني ناس طيبين، ناس مخلوقين في هذا القطاع، ولكن قلال بزاف. لان كنعرفوا يعني بعض الاشياء اللي تقوم بها بعض الاشخاص الله يهديهم، كقطاع الفندقه اللي كيكويو الناس، كيجي مغربي تيبغي يسكن عندهم ولا شي حاجه، لوطيل خاوي ويقولوا له بان عامر. علاش؟ لان باش ما يستافدش من التخفيض، لانه كمغربي عنده الحق في التخفيض في الليله الثانيه، عنده الحق في التخفيض باش ما يستافدش من التخفيض. المساله ديال انك تشوف مواطن اجنبي كيدير الحجز يعني من الخارج وكيجي ويستافد من ليالي المبيت ومن المطعم بواحد الثمن بخس، والمواطن المغربي انه كيأدي الثمن 100% وزايد عليه. علاش؟ هذا الشيء ما معقولش. يعني ما كنشجعوش يعني السياحه الداخليه ما كاينش التشجيع ديالها. وانا اي واحد يقول لي السياحه الداخليه كنشجعوها نعرضوا في هذه المساله. السياحه الداخليه والمواطن تياكل العصا، ما كاينش شي حاجه. وكنشوف ان في الادلاءات ديال بعض المنعشين السياحيين وفي التصريحات ديالهم انهم تيقولوا تنشجعوا السياحه وحنا معاه، ولكن ملي كتجي للتطبيق وكتجي للممارسه كتلقى العكس، انهم ما تيشجعوش السياحه. وكتبقى داك الاشياء وداك التصريحات عناوين. خصنا ندوزوا للحقيقه، نكونوا يدا في يد ونكونوا قلب واحد. وعلاش هذا المواطن المغربي تا هو ما نسوقلوش منتوج اللي يكون في المتناول ديالو ونستافدوا منه ونروجوا للحركه صيفا وخريفا وشتاء وجميع الفصول؟ علاش؟ راه المواطن المغربي مواطن طيب وظريف وتيتعامل مزيان وانسان كريم، ومن تيكون جيبو عامر راه تيخسر. يعني خصنا نشجعوا السياحه الداخليه طيله السنه. خصنا نشجعوا السياحه الداخليه طيله السنه ونديروا برامج
وكنحيي من هذا المنبر كنحيي الناس والمواطنين بالخصوص ديال مدينة شفشاون اللي أهلوا منطقتهم وجعلوا منها وجهة سياحية عالمية ماشي تنقول وطنية ومع العلم أنهم يتوفرون على القليل فالقليل ولكن استطعوا يتلاحموا ما بيناتهم واستطعوا أنهم يوجدوا منتوج وعرفوا كيفاش يسوقوه أحسن تسويق على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وأنا من هذا المنبر كنحييهم. الله مغربنا زاخر بالخيرات زاخر بالأشياء الجميلة زاخر بالطبيعة زاخر بالمناظر زاخر بالمقومات التاريخية والسياحية زاخر بالأمن والسلام وزاخر بالغلاء وعندنا أشياء اللي كنعرفوا كيفاش نستغلوهم وأن الإنسان ما يخدمش لمصلحته الشخصية يخدم المصلحة العامة والمصلحة الوطن والله تنكونوا على خير وبخير لأن هشام رسالتك الأخيرة للمنعشين يعني أصحاب الفنادق أصحاب المطاعم أنا كنقول للمنعشين وأصحاب الفنادق أنهم يجودوا الخدمات ديالهم أصحاب الفنادق بالخصوص يديروا أثمنة مناسبة للمواطن ويشجعوه أصحاب المطاعم أنهم يحسنوا الجودة ديال المأكولات ديالهم ويصهروا على النظافة ثم النظافة لأنهم كيضروا ناس وأن تكون الخدمة في ممتازة والاستقبال يكون بصدر رحب ولما لا أن نشوف الوطن العزيز ديالنا من طنجة للقويرة أن عامر وعلى الخصوص أن المسافة اللي كتفصل يعني الجنوب عن الشمال هي 14 كيلومتر مع كما كنقولوا احنا جارتنا إسبانيا وكنشوفوا إسبانيا أنها كتستقطب دار 90 مليون 80 مليون تتوصل حتى 100 مليون سائح سنويا على أن احنا ما نحقوش ولو واحد 25% ولا واحد 50% من هاد الشيء اللي محقاه اسبانيا ولما لا تحنا عندنا مقومات وتحنا عندنا ناس ونمشيو ان شاء الله بعيد. شكرا سي هشام وكنتمنى هاد الرساله توصل للمنعشين تبارك الله عليكم الفنادق والمطاعم الله يخلي المغرب من شماله لصحراءه على خير وبخير وفي امل الله وحفظه.